السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم إنما كنتم أنتم على فايد تي في. وهذه الحلقة لا بأس أن نتوقف يعني دائما مع نصائح عيد الأضحى، واليوم سنتكلم عن هذه الشعيرة الدينية أولا من الناحية الغيبية. يعني فهذه الشعيرة يجب أن تعظم وستبقى، وهي تعلمنا الحلال وتعلمنا كيف نذبح الحيوان وكيف نهيئ اللحوم وكيف نعلم أطفالنا أن يذبحوا هذه البهيمة. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن البهيمة، لماذا؟ لأننا لا نضحي بالوحش، فإما أن تكون بهيمة الأنعام فالأنعام نسميها البهيمة، ثم وحش الصيد فالصيد نسميه وحش. لماذا؟ لأنه متوحش، لأنه يعيش في الغابة، ولأن الإنسان لا يملكه يعني، فلا يربى ويعني يعيش في الغابة، وطبعا فيسمى وحش الصيد. فيعني هذه الشعيرة الدينية يطلب من الله سبحانه وتعالى أن نعظمها. فسورة الحج بدأت بيوم الحشر، وهي حزب وصورة في ورش، نحن نقرأ بورش، وهي يا أيها الناس، حزب يا أيها الناس، ثم صورة كذلك، هذه صورة الحج بادية بيا أيها الناس، وبادية بيوم البعث، بادية بيوم الحشر. يا أيها الناس اتقوا ربكم من الزلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآية الأولى. ثم آية ثانية، وبين الناس من يجادل في الله بغير علم إلى آخره. والآية الثالثة فيها يا أيها الناس كذلك، هي سورة الحج فيها يا أيها الناس ثلاث مرات. يا أيها الناس الأولى بادية باليوم الحشر زلزلة الساعة، يا أيها الناس الثانية بادية في يوم البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى إلى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يعني هذه الاطوار ديال خلق الانسان، ولكن الايه يعني ما يعني لا زال فيها، يعني هذه ايه واحده عندنا في ورش، ايه واحده يعني لكي لا يعلم بعد علم شيء، وترى الارض هامده فاذا انزلنا على الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. يا ايها الناس الثانيه، هذه يا ايها الناس الثالثه فيها نفس الشيء كذلك، فيها الخلق، فيها الخلق لن تخلقوا يا الخلق، ويا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فيعني هذه أيها الناس ثلاث مرات جاءت في سورة الحج، وسورة الحج ليس فيها أحكام الحج، أحكام الحج جاءت في الماء في البقرة، وأتموا الحج والعمرة إلى الله حتى واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أحكام الحج جاءت في سورة البقرة مفصلة، ثم أفضوا من حيث أفض الناس إلى آخره، والأشياء كلها مفصلة في سورة يعني هذا البقرة. ثم في سورة الحج جاء تعظيم الشعيرة، هذه الشعيرة تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمة الله في الحج، وليس هناك أحكام الحج. يعني نبدأ من وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأدن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله كما يعني سنرى، ذلك ومن يعظم حرمات ذلك وقفة يعني في ورش نحن نقف عند ذلك، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله، يعني سورة الحج جاءت لتعظيم شعائر الله وليس فيها أحكام الحج. ذلك ومن عظيم شعائر الله فإن من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وما جاءت والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لذلك نحن نقول ليست شاة لحم، هذه البهيمة التي ستضحي بها هي ليست للحم وليست ليش، هذه شعيرة دينية يجب أن تعظم شعائر الله، تذبح لأنك تعظم شعائر الله، وهي في نفس الوقت لها مقصد كوني أن المسلم يتعلم كيف يذبح وكيف يحصل على الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى عنده الشرع متشدد مع الحلال، والحلال في القرآن كله لا يهم إلا شيئين،
الميتة والدم والمسائل هذه الغير مدكات، ثم شراب واحد اللي هو الخمر، يعني المواد النباتية الخمر، والمواد والمحرمات الأخرى كلها من الحيوانات، وجاء تعظيم الشعيرة الدينية لكي نذبح هذا الحيوان. وترددت في القرآن كله: وما لكم ألا تأكلوا مما، وما لكم ألا مما يذكر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه لا يمكن أن نأكل مما لا يذكر اسم الله عليه، يعني هذا غيب، ونحن نؤمن بالغيب ولا نعلم لماذا. فالله يعني أمرنا أن لا نأكل من اللحوم التي لا يذكر عليها اسمه، والتي ذبحت على النصب، يعني والتي يعني هذه الأشياء التي جاءت في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما والمنخنقة والمنخنقة والمتردية والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع أربعة، يعني وأكل السبع خمسة، وما ذبح على النصب، يعني هذه يعني إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه أشياء كذلك حرمت، لماذا؟ لأنها ليست أشياء مادية، إنما أشياء غيبية، أشياء ولو ذبحت، لا أقول ذبحت على النصب، حتى ولو ذبحنا إذا إن كانت على النصب، أو كانت يعني على الأنصاب، يعني هذه، أو كانت يعني لغير الله، يعني أهل بها لغير الله، فهذه لا نأكلها. هذا غيب ونحن نؤمن بالغيب، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن لا نأكل هذه الأشياء. ويعني هذه من لا يمكن أن يكون المسلم مسلما ثم يعني يتغاضى عن هذه الأشياء، أو لا أو 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 يأكل لحوم غير حلال إلى آخره. لا يمكن، لأن يا إسلام يا غير إسلام، يا نعم يا لا. فهذه الشعيرة الدينية عيد الأضحى تعلمنا كيف نذبح الحيوان إلى آخره. ومن شروط الذبح أن الحيوان يكون سليم بصحة جيدة، أن يكون يعني لون العين صافي، أن لا يكون يعني سائل يخرج من الأنف، يعني بينا لكم هذه الأشياء في الحلقة السابقة، أن لا يكون فمه مفتوح، أن لا يكون أسنانه مكسرة، أن لا يكون في تخمج داخل الأذن، يعني لازم أن يعني يجب أن يعني تكون لا تكون الأذن مقطوعة، أن لا يكون القرن مكسر، أن لا يكون فيه يعني شوائب تشوبه لما نرى البهيمة واقفة هكذا، أن لا تكون فيه شوائب، أن لا يكون فيه كسر في الرجل، أن لا يكون فيه تخمجات في الإبط أو انتفاخ في يعني في العنق، أو أي شيء يعني ممكن أن تشوب هذا الحيوان، يجب أن لا تكون، يجب أن يكون سليم نظيف طاهر نقي جميل جيد أملح، يعني بصحة جيدة إلى آخره، لأنه شعيرة دينية، لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا نذبح ونذكر اسم الله على هذه البهيمة إن شاء الله، ونأكل منها طبعا، يعني بينا لكم يعني كيف تتم هذه الأشياء. فالماء يعني عليه، فهذا الحيوان يعني تكلمنا في الحلقة السابقة عن هذا اللحم الذي يجب أن ينتظر الناس أكثر من 6 ساعات، 6 8 10، يعني هناك الذين في المغرب بعد العادات أنهم لا يأكلوا اللحم إلا في اليوم التالي، جيد، ليست عادة سيئة، جيد يعني، ولكن من الأحسن أن لا ينتظر الأطفال، فلا بأس يعني بعد 6 ساعات، إذا يعني ذبح الناس مع 9 أو 10 صباحا، ففي المساء يعني 7 أو 8 ممكن، 6 ممكن أن يعني أن يتم طهي اللحم، ليس هناك مشكل. وهذا اللحم يكون نظيف، ويعني لا فيه سائل، ليس فيه سائل ولا رغوة، ولا يخرج منه ماء ولا أي شيء ولا رائحة إلى آخره. فهذه الذبيحة حلال، والذبيحة يعني التذكية، تطهر وتنظف اللحم وتنظف الحيوان. فقط أن لا يتعامل الناس بتهور مع هذه اللحوم، لأن اللحوم موجودة، فيبقى الناس يشوون اللحم طولنا. وهناك من سيكثر عليكم النصائح: لا تشووا اللحم على الفاخر، يعني على الفحم، يعني لا تشووا اللحم على الفحم وعلى شيء، لماذا؟ لا يهمها، ومنذ أن خلق الله الكون على ماذا كان يشوي الناس؟ على الضوء، على التيار الكهربائي، هذه خزعبلات وهذه أشياء يعني لا تقبلوها. يعني يكون حطب أو يكون فحم أو يكون أي شيء، تشعل النار، تنتظر حتى يعني لا يبقى دخان، يكون جمر، ثم ممكن تشوي عليها لحم بدون أي مشكل، ولا يتفضل عليكم أحد، لا يتفضل عليكم أحد. بعض الأشياء التي أخطأ فيها بعض الناصحون السنة الماضية، أخطأ بعض الناصحون اللي عندهم شهادة عليا واللي متخرجين يعني من كلية يعني معروفة، بعض الناصحون أخطأوا أن هناك الذين يشوون اللحوم على الجمر، تتكون فيها النيتروزو مكون سرطاني، وهذا ليس صحيح، لا نقول كذب، نحن نستحي، لكن ليس صحيح، ويجب أن نصحح هذه الأشياء، لأن لا يمكن أن نترك هذه الأشياء يعني هكذا يعني تتفشى في الناس. لأن مكونات النيتروزو، النيتروزامين، هذا مكملات النيتروزامين، تتكون في اللحوم التي فيها النيترايت،
لأن يعني بعد الجزارة يضيفون النيترات كي يكون اللحم بلون يعني أحمر جيد جذاب، ثم هذا الفوسفيت والنيترات يعني هي تشد الماء لا يخرج من اللحم، بمعنى لا يضيع الوزن يعني لا ينقص الوزن. هذه أشياء في أوروبا وفي أمريكا، هذه أشياء يعني موجودة. نحن ليس لدينا، إذا كان هناك غش بعد الجزارة مثلا استعملوا النيترات لحفظ يعني لحفظ اللحم من التخمج وليبقى اللون جيد، ثم إذا تم هذا اللحم إذا كان الشواء فوق الجمر، فهذا اللحم نعم ستتكون النيتروزامين، وهي من أخطر المكونات لأنها مسرطنة وتسبب سرطان المعدة. لكن اللحوم العادية التي يذبحها الناس ويشوون على الجمر لا يمكن أن تتكون النيتروزامين، لأن لماذا؟ لأن ليس فيها نيترات. يعني نوضح للناس طريقة علمية ونفهم ببساطة وبلطف بدون أن يعني الشخص الذي تكلم عن النيتروز الذين يشوون اللحم يجب أن لا يشوي، يجب أن يشوي الناس، يتم الشي على الجمر، ويجب أن يكون هذا الشي وأن يفرح الأطفال وأن تفرح العائلة، وليس فيه أي مشكل بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض. الأشخاص الذين لديهم أعراض يجب أن لا يقربوا الشحوم العيد. هذه في المغرب نسميه بولفاف، بالنسبة لإخواننا في البلدان الشرقية بولفاف، معنى بولفاف أنه كبد يلف بالشحم ويعمل في قضيب، يعني هذا من حديد، ثم يشوى على النار، يعني الناس يعرفون هذه الأشياء. فالأشخاص اللي عندهم أمراض مثل السكري وأمراض القلب والشرايين وانتفاخ البروستاتا، والنساء اللي عندهم خلل هرموني، الأشخاص اللي عندهم القولون، الأشخاص اللي عندهم قصور كلوي وحتى اسحار المعدة، هاد الأشخاص هادو ممنوع عليهم هذه الوجبة، بمعنى الكبد ملفوف بالشحم. فقط الأشخاص اللي عندهم اللي سالمين ما عندهم مشكل. وحتى هاد الأشخاص اللي عندهم هاد الأمراض ممكن أن يشووا لحم ويشووا كبد إلى آخره بدون شحم فوق الجمر فوق النار ويأكلوا، ليس هناك مشكل. لأن المركبات التي تتكون في اللحم لما يشوى بالعكس، واللحم لما يشواه الشحم يقطر ويعني ينقص منه شحم هذا. وهذا الشواء يجب أن يكون يعني جيد، وليس أي شخص يعمل قطعة، يجب أن تكون القطع صغيرة كي تشوى بسرعة، وأن لا يبقى فوق النار لمدة طويلة حتى يعني يجف. إذا تجفف هذا اللحم فوق النار فيصبح بجودة متدنية. فقط أن يشوى جيد لمدة 10 دقائق 15 دقيقة ويقلب، ثم يأكل الناس براحتهم وسيكثرون عليكم معه. فيعني الحطب أو الفحم يعني تنتظر حتى لا يكون دخان، هو أحسن من فرن الغاز. هناك من يدخل هذه الأشياء لفرن الغاز تشوى، بالعكس فرن الغاز هو أخطر مكان بالنسبة للحوم. لماذا؟ لأن فرن الغاز ليس فيه جمر، يعني فيه لهب، ولهب النار فيه ثاني أكسيد الكربون وفيه غاز غير محترق، هذا غاز البيوتين، هذا من اللي في فرن الغاز، في كمية من الغاز غير ليست لا تحترق، يعني غير محترقة، يعني غير هكذا. ثم في ثاني أكسيد الكربون وفي الأشياء الأخرى التي البيروكسيدات، يعني البيرولايز، هذه المنتوجات التي تأتي من احتراق الغاز يمصها اللحم وكذلك الخبز. فالشواء على الجمر أحسن من فرن الغاز. فرن الضوء جيد، الأشخاص اللي عندهم فرن ضوء جيد، لأن الضوء فرن ضوء ما فيش لهب، ليس هناك لهب وليس غاز، ممكن وتقريبا نفس الجمر، الطريقة هي نفسها، نفس الفرن الضوء والجمر هو نفس الشيء. لكن أن يشعل الناس الفحم أو حطب ثم ينتظروا حتى ينتهي الدخان ويصبح تصبح جمر، ثم يضعون اللحم يشوون سليما 100%، وحذاري أن يتفضل عليكم شخص أو يفزئكم شخص، لأن النصائح الآن بدأت تصدر يمين وشمال بمناسبة عيد الأضحى، مع الميديا الآن أن الناس يكسبون بعض الدراهمات من هذه الأشياء، ويعني كثرت هذه الأشياء لأن الميديا هي التي جعلت هذه النصائح يعني تكثر وتتفاقم وإلى آخره. وهذه الأشياء سيضعون لكم صورة الدكتور محمد فايد نصائح العيد، وستسمعون محاضرة 2010 أوديو، ستسمعون نصائح أوديو 2010، لأن المناسبة عيد الأضحى يريدون أن يجروكم كي يعني ترتفع المشاهدات ثم يربحوا أموال. فإذا رأيتم صورة محمد فايد وعنوان جذاب يجر الناس وفيه كذب فلا تدخلوا، فقط يعني لا تدخلوا. إذا وجدتم عنوان فيه علاج فهذا ليس محمد فايد، محمد فايد لا يمكن أن يضع عنوان فيه علاج.
ولا يمكن أن يكذب عليكم. علاج سرطان في 3 أيام، أو علاج نهائي للسكري، أول مرة الدكتور فايد يعالج القولون إلى آخره، هذه أكاذيب وأباطل واحذروها، ويجب أنتم أن تدخلوا لتوقفوا هذه الأشياء، لأنها لا تقع إلا في المغرب. هذه الأشياء يضعون صورة شخص وكلامه ليربح به الفلوس المال، هذه لا تقع في أي دولة متخلفة أو متقدمة، لا تقع إلا في المغرب. هذه الجرأة يعني، وهذه التربية، سبحان الله، يعني لا إله إلا الله، أن شخص يحط صورتك، يعني يضع صورتك وكلامك في اليوتيوب ثم يربح فلوس، ثم يعني وليس راضي وليس راضي، يعني وقلق يعني من فوق. فهذه الأشياء يعني عليه، اجتنبوا كثرة النصائح، واجتنبوا هذه النصائح التي يجرونكم بها. فالناس يعرفون كيف يشوون اللحم، ويعرفون كيف يأكلون، ويعرفون كيف يجلسون، ويعرفون كيف يشعلون النار، ويعرفون كيف يقطعون اللحم. فليتركوهم في حالهم، فليتركوهم في حالهم، لأن كثرة النصائح أفسدت على الناس عيشتها. الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتكلم عن بعض الأشياء التي ممكن أن تهيئها، طريقة القديد، طريقة الخليع. بالنسبة للإخوان في الشرق، الخليع هو لحم القديد، يضاف إليه الشحم، يطهى ثم يخزن، ويخزن في شحمه، نسميه خليع، كلمة خليع هكذا، لا ندري من أين أتت. هذا القديد والخليع، ثم ممكن أن نتكلم عن بعض الأشياء أخرى، عليه شحم يعني ملفوف بالمعدة ومحزوم بالأمعاء، كردات، ثم أشياء هذه المعدة كلها مملوءة بشحوم، معها يعني توابل وملح إلى آخره، ممكن نتكلم عنها. لماذا؟ لأنها توجد في السوبر ماركت في أوروبا وفي أمريكا، لكنها يعني كرش، يعني هذه استوما، هذه معدة الخنزير مملوءة بالشحوم معلقة وبثمن باهظ. ثم نحن الآن يقولون لنا أننا يعني أن لحومنا متعفنة. علينا هذه الأشياء يعني سنقف عليها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. يعني نتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.